زيارات دولية متتالية لشخصيات رفيعة المستوى توالت على مدينة الموصل طوال الفترة الماضية، منها لسفراء أو ممثلي بعثات أممية وغيرها لشخصيات على مستوى العالم، منها زيارة البابا فرانسيس وآخرها زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون. فاجتمعت هذه الزيارات ونقلت الموصل إلى عهد جديد من العلاقات الدولية بعد أن كانت تعيش عزلة كبيرة خلال العقد المنصرم. زيارة الرئيس ماكرون ربما تكون تكملة لزيارة البابا، وعلى قدر معلوماتي أن هناك زيارات أخرى يعني ممثلين بعثات دبلوماسية سوف يزورون مدينة الموصل. هذه الزيارات تنعكس إيجابا حقيقة على واقع حال المحافظة، خصوصا في محافظة مثل نينوى ومدينة الموصل اللي خرجت من أتون حرب ضروز ضد تنظيم داعش المجرم. عدد الزيارات الكبير لهذه المدينة جعلها محط اهتمام عربي ودولي، ويأمل سكان الموصل أن تنعكس هذه الزيارات بواقع إيجابي وتلقي بظلال الاستثمار عليها لتغير من واقعها الذي ما يزال متعبا حتى يومنا هذا. والله إن شاء الله زيارة الرئيس الفرنسي للموصل يعني إن شاء الله بها خير. بالنسبة للملفات إعمار مطار الموصل هاي أهم نقطة، يعني لأن صراحة احنا محتاجين للمطار، يعني كثير وفود الساعة تجينا على الموصل، يعني عايجي على اربيل وعايجي على الموصل، ايش ما ينزل هون بالموصل يعني، فاحنا المطار محتاجين له، محتاجين تعمير المدينة القديمة، محتاجين مستشفيات، يعني اتمنى انه زيارة تكون ان شاء الله خير للموصل. ما بين متفائل بهذه الزيارات وما بين متشائم منها تباينت الآراء، فبعض سكان المدينة سئموا من الوعود وباتوا ينتظرون شيئا ملموسا على أرض الواقع، خصوصا في مشاريع مهمة مثل المطار ومحطة القطار والمستشفيات الرئيسية. شيء على أرض الواقع، قالوا المطار وش بيعمل؟ كل شيء لحد المطار ما بيعمله، الجسر هذا ساعة ويقف كله. احنا غير شيء على أرض الواقع، احنا غير مستشفيات، لكن هاي ما حد ينظر عليها، المستشفى العام، المستشفى العام، مستشفى الجمهور، لكن ما حد ينظر عليها. خرجت الموصل من حرب طاحنة، وخرجت معها من عزلة سابقة تشبه هذه الحرب، ويبقى التساؤل مطروحا، هل سينعكس الاهتمام الدولي بشيء إيجابي على ثاني كبريات مدن العراق أم لن يتغير أي شيء؟ سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.